بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا غريب كربلاء، رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وشفاعتكم في الدنيا والآخرة. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، يا مال الديار وماليا، ومتى سألت الدار عن أحبابها يعد الصدى منها جوابي ثانيا. للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناعٍ يواسي ناعيا، ورد الحسين إلى العراق وظنه تركوا النفاق، إذا العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا، قست القلوب فلم تمل لهدايته،
قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. ماذا قطع مفراتهم حتى قضى ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه هو أخ الزكي ابن البتول الزاكية. تبكي عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجاية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآية. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى يوم القيامة باية. ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطايا. حسيناً وهو قرة عيني ورجال لم تبق منهم بايا. وجسومهم تحت السنابك بالعرق ورؤوسهم فوق الرماح العالية. وإذ أتت بنت النبي لربها تشكو ولا تخفى عليه خافيا رب انتقم ممن أبادوا عترتي
وسبوا على عجف النياق بناتي، والله يغضب للبتول بدون تشكو، فكيف إذا أتته الشاكية أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لهفان، أنا ودور عزبني وين ما تشوف، أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لهفان، أنا ودور عزبني وين ما تشوف، جسمه طريح ولا لأجفان، وزينب ولعبت عليه الخيل ميدان، أنا الوالد أنا الوالد أنا الوالد المذبوح ابنها، والله طول الدهر ما ينفك حزنها، مصيبة ويشيب الطفل منها، 70 جثة بدور جنها، بالمعركة وما حد دفنها، وبعد وزينب زينب زينب حدا الحاد بضعنها، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. تكلمنا في الليالي الماضية حول أنه كيف أن الثورة الحسينية هي امتداد لرسالة السماء. ذكرنا حديثا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الليلة الأولى يذكر فيها 5 أهداف لبعث الرسل وإرسالهم، ثم ذكرنا الآية الشريفة في الليلة الثانية: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وكيف أن الإنسان يجب عليه أن يكون دوما في سعي، ولكن السعي لله سبحانه وتعالى، والآية تشد إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ركز الحسين صلوات الله وسلامه عليه كهدف رئيسي في أهداف أو من أهداف الثورة الشريفة هو أن يهدي الناس إلى العقيدة الصحيحة السليمة، لأن إن سلمت العقيدة يصير الإنسان مثل أبو ذر الغفاري، مثل سلمان الفارسي، يصير مثل قيس بن مسهر الصيداوي. وأما والعياذ بالله إن فسدت العقيدة أو كانت عقيدة ضعيفة
يصير مثل عمر بن سعد. ثم من الأهداف المهمة في العقيدة قضية الموت، قضية المبعث، قضية الحياة الثانية أو الحياة البرزخية أو الحياة الآخرية أو الأخروية، وذلك ما بحثناه ليلة أمس عندما قرأنا أول آيتين من سورة تبارك أو سورة الملك. حسناً، الآية الشريفة اليوم تكلمنا عن التغيير، لأن يرد سؤال الآن يقول شيخنا أنت تقول لنا زين لازم عقيدتنا تقوى بالله، بالله سبحانه وتعالى، لازم أنا أصير واقعاً إيماني أكثر، أقوي إيماني، يصير عندي شوية إيمان أكثر، يقين أكثر في الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الجميع هنا مؤمنون والحمد لله رب العالمين، بل بالعكس أنتم من أهل التقوى إن شاء الله، لأن حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه يجركم إلى الهداية ويجركم إلى التقوى، فإن شاء الله نحن جميعا من أهل التقوى، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشملنا دعاء الإمام الحسين عليه السلام لشيعته الذي قرأناه قبل ليلتين عندما وصله خبر شهادة قيس ابن مسهر، حيث دعا الله سبحانه وتعالى أن يجمع أهل البيت مع الشيعة إن شاء الله في الجنة، ونحن ندعو بذلك إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، لازم أنا ممكن أطور إيماني، أجعله أفضل، كما ذكرنا في حديث أو دعاء مكارم الأخلاق الإمام سلام الله عليه يبدأ بالدعاء اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، يعني يمكن إحنا إيماننا شوية ناقص، واجعل يقيني أفضل اليقين، يمكن إحنا درجة اليقين عندنا لعلها ضعيفة أو عند البعض منا، خلينا نقول كيف نطور أنفسنا، شلون أنا أقدر. حسناً، الآية الشريفة التي قرأناها من سورة الرعد أو الجزء من الآية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولاً نعرض لشرح بسيط أو سريع للآية الشريفة أو لهذا الجزء من الآية، ثم إن شاء الله نبحث بعض الطرق للتغيير، ثم نختم بحثنا الليلة عن سبب من أسباب التغيير، ليش لازم نتغير. وفي الليالي القادمة إن وفقنا الله سبحانه وتعالى نبحث آثار التغيير على المجتمع وآثار التغيير على النفس وآثار الأخلاق في التغيير، إن وفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية الشريفة تدعو إلى التغيير. أكو كان باحث أمريكي اسمه كيرت لوين، هذا كان عالم نفس، هذا توفي عام 1947 منذ زمن، في أواسط الثلاثينات أو بداية الأربعينيات من القرن الماضي هذا أصدر بحث، مجموعة بحوث سماها مجموعة التغيير الجماعي الديناميكي. شنو هذه القضية؟ شنو هذا؟ Group Dynamics Theory، نظرية الجماعة الدينامية. هذا سوى بعض مجموعة من الأبحاث، من جملة الأبحاث التي قام بها راح إلى بعض المدارس، بعض المدارس فيها طلاب مشاغبين، هؤلاء الطلاب عادة في ذاك الزمان كان لما يشاغب يشيلوه يودوه عند المدير، المدير يتكلم معاه يرجعوه للصف، يتغير؟ ها؟ لا،
مجرد يرجع للصف يرجع إلى عادته القديمة. مرة ثانية يجيبوا هم نفس الشيء، يفصلوا ماكو فايدة. ذاك الوقت أيضا كان العصا لمن عصى ذاك الزمان مسموح كان، حتى بالعصا ينعدل هم ما ينعدل. طبعا بعض المعلمين اليوم يقولون يا ريت العصا لمن عصى هم تمشي. اليوم بعض المعلمين يقول لك يا ريت نقدر، بس على أي حال. فش سوى هذا كيرت لوين؟ اجا قال لهم اعطوني هذا التلميذ المشاغب جيبوه. أخذ التلميذ المشاغب، غير البيئة، المحيط، المحيط غيره، شاله من هاي المدرسة حطه في مدرسة أخرى، غير المحيط، وضعه بين جماعة طلاب تلاميذ اللي ما عندهم شغب، تلاميذ عقال. بعدين طبعا سواها على مستوى يعني مجموعة كبيرة من الطلاب، بعدين قام يراقب تصرفات هؤلاء الطلاب المشاغبين. هسه اللي غير الآن المجموعة، الجماعة تغيرت، البيئة تغيرت، المحيط تغير، ما هو ردة فعل تغيير الجماعة على الفرد، على هذا الطفل؟ استنتج أنه في معظم الأحيان الطفل هذا أفعاله تتغير شوي شوي، يبدأ يتغير، يتأثر بالمجتمع، يتأثر بالاجتماع اللي حوله. بذلك توصل إلى هذه النتيجة، أنه أنت إذا تريد تغير فرد بمفرده ممكن يتغير، ولكن إذا تريد تساعده على التغيير ضعه في جماعة، الجماعة تساعده أكثر على التغيير. أنا أضرب لكم مثال لعل البعض مثلا يلمس هذا المثال. اللي منكم أحيانا مثلا في ليالي القدر، ليالي القدر فيها إحياء، ما أدري إذا واحد منكم مرت عليه هذه التجربة أو تجربة مشابهة لهذه التجربة. أحيانا الواحد يقول أنا أروح للبيت وأسوي الأعمال إن شاء الله، أروح للبيت وأسوي أعمال ليلة القدر، بس يروح للبيت ينشغل شوية تعب يأخذه، مثلا يقرأ في الدعاء وبعد يقول أنا تعبت بعد ما عندي خلق بعد أكمل، مثلا يغلبه النعاس فرضا، فتلاقيه ما يكمل. ولكن لما يبقى بين جماعة مثلا في المسجد، في الحسينية، في المركز، الجماعة هي كلها تقرأ الدعاء، هذا تجي له حالة من الطاقة، تصير عنده طاقة. يمكن مرت عليكم حالات مشابهة لهذه الحالة. الفرد كفرد أحيانا يقول لك أنا تعبت بعد ما عندي خلق، لكن لما تضعه بين جماعة لا والله ما شاء الله يقرؤون دعاء الجوشن ما شاء الله عدة طاقة شوية، قرأ وراء مثلا دعاء أبي حمزة الثمالي عندهم طاقة، قاموا وصلوا صلاة مثلا 100 ركعة، وهكذا أعمال ليالي القدر المباركة. فهذا الأمر ما استنتجه كيرت لوين، يعني تقدر الإنسان يقدر يتغير، ماكو واحد ما يتغير، ولكن عندما تضع الإنسان مع جماعة يصير التغيير شوية أسرع، يصير التغيير أفضل. هذا ما استنتجه في أبحاثه، فسماها هذه نظرية التطور أو التغير الدينامية أو الجماعة الدينامية. لعل الآية فيها إشارة، إن الله لا يغير ما بقوم، القوم ما يتغيرون، جماعة هذه ما تتغير، ولكن شنو؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم، يصير تغيير، ولكن التغيير يصير مع النفس، لازم يصير أكو هناك نية. لذلك نحن الآن ننتقل إلى طرق التغيير، ولكن قبل أن أنتقل أكو نكتة لطيفة. هذه النظرية اللي ذكرها كيرت لوين ترى إلها أساس روائي. كيف؟ أحد العلماء رحمه الله يقول كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واقعا فيه الدرر وتحف، اللي يتمعن فيها يتفكر فيها يرى أن فيها آراء وأهداف وسمو ونظريات، لعله إن سميناها نظريات بالمصطلح اليوم
العرفي، ولو أن آراء أهل البيت ليست نظريات لأن كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا كلها واقعا تناسب الواقع. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: إن لم تكن حليما شنو؟ فتحلم. إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا وصار مثلهم. تشلون الحديث؟ إن لم تكن حليما فتحلم، لأنه قل من تشبه بقوم أي الجماعة إلا وصار مثله. يعني يصير يتغير الإنسان، يقدر. وهذا ما نستعرضه إن شاء الله بعد ليلتين إن وفقنا الله لذلك. ولكن ما هي طريقة التغيير؟ هنا أقول لعله أربع أمور مهمة. الأمر الأول: الاعتراف بالنقص أو الاعتراف بالضعف. شنو الاعتراف بالنقص أو الاعتراف بالضعف؟ الإنسان إذا ما يعترف أنه هو واقعا عنده نقص، عنده مشكلة، يقول لك لا أنا معصوم، أنا كل شيء ما بي، أنا أغلط، حشايا من الغلط. أحيانا تصير مشاكل عائلية، الآباء يتدخلون بدل ما يحلون المشكلة يزيدوها إشكالا. يجي مثلا أبو الصبي، أبو الولد، يقول ابني يغلط، مستحيل، هذا ابني تربيتي. زين معصوم هو ابنك يعني يا أخي؟ يمكن بعد لما نحقق في الأمر نعم يطلع له هو غلطان. أو بنتي تغلط، مستحيل، لا يمكن أن بنتي تغلط، مستحيل، هاي تربيتي أنا أعرفها. أدري يا أخي، معصومة هي. الإنسان إذا ما اعترف إن عنده مشكلة ما تنحل المشاكل. حتى في الطب، الطب الأطباء بعضهم يعانون من مشكلة يسموها المريض عنده denial. denial شنو يعني؟ ما يعترف إن عنده مشكلة. فرضا مثلا المريض عنده سكر، فرضا سووا تحليل الدم، يجي الطبيب يقول له شوف أخي أنت عندك سكر، يقول لك لا هذا التحليل مالتك غلط، أنا كل شيء ما بيه، شوف الحمد لله صحتي تمام وأروح أجي كل شيء ما بيه. يا أخي هذا التحليل أنت عندك سكر، لا كل شيء ما بيه. إنزين هذا إذا ما اقتنع، إذا ما اعترف أنه هو فعلا مريض، هذا شلون تعالجه؟ كيف يأخذ العلاج؟ فالبعض واقعا هكذا يعتبر نفسه، عند العناد والعياذ بالله، العناد يعاند. الإنسان أول خطوة إلى التغيير عليه أن يعترف بالتقصير. أنا عندي بعض الأمور اللي لازم أتطرق لها. ولذلك كل واحد بينا يعرف نفسه، أنا شنو مشكلتي؟ البعض يمكن لعله عنده شيء من البخل والعياذ بالله، البعض يمكن عنده شيء من الحسد، البعض يمكن عنده شيء من الغيبة، وهكذا. فلازم الإنسان واقعا يشوف شنو مشكلته. إنزين أنا الآن اعترفت أن أنا عندي مشكلة، بعدين شو أسوي؟ تأتي الخطوة الثانية. هسه اللي أنا اقتنعت أن فعلا عندك مشكلة، الآن الخطوة الثانية، ما هي الخطوة الثانية؟ النية، تنوي على التغيير. بدون نية ماكو. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في ضمن حديثه صلوات الله وسلامه عليه: ما ضعف جسد على ما عزمت عليه النية. مضمون الحديث للإمام سلام الله عليه. إذا أكو نية، إذا أكو إرادة، كل شيء يصير. الإنسان يقدر واقعا يصنع المستحيلات كما يقولون. هذا إذا تروحون تشاهدون الأشخاص اللي تسلقوا جبل هملايا، روحوا اقرأوا عن الأشخاص اللي تسلقوا جبل هملايا. واحد من عندهم، شخص من هؤلاء الذين تسلقوا الجبل، فقد قدمه، ما عنده قدم، بدون قدم، بس قرر، نوى أنه يتسلق هالجبل، وتسلق الجبل وصل للقمة. بعد نوى على ذلك، خلاص يقوم يتدرب شوي 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 إلى أن يصعد للقمة، يوصل للقمة.
فالإنسان لازم ينوي، يجب أن تكون النية، نية التغيير. أولاً الاعتراف، ثانياً النية، ثالثاً ينوي خوش، لازم العمل. الآن العمل، بعد قم اعمل، اعمل في التغيير. أنت اعترفت، نويت، الآن اعمل، اذهب إلى العمل. فلازم الإنسان واقعا يبذل المجهود، ليس للإنسان إلا ها ما سعى. خلاص، إن سعيت الله يوفق. وإذا كان هذا السعي لله سبحانه وتعالى فنور على نور، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن الإنسان لازم يعمل، لازم يحاول يبذل المجهود. حسناً، إذا أنا عملت، بعد شنو تأتي النقطة الرابعة وهي الممارسة، الاستمرار. أنت عملت، واحد يركض مثلاً 100 متر يقول لك خلاص بعدين بطلت هاي الشيء ما أقدر، تسلق مثلاً فقط كم خطوة إلى فوق يقول لك لا بعد ما أقدر، عافى ترك الأمر. لازم المواظبة، هاي المواظبة تكون المواظبة عند الإنسان. فأولاً الاعتراف بالتقصير، ثانياً النية على التغيير، ثالثاً العمل باتجاه التغيير، رابعاً المواظبة. إذا نأخذ أول حرف من كل كلمة تصير كلمة أنعم، أنعم الإنسان ينعم عليه بعد، الله أنعم عليه بعد، هذا الإنسان أنعم عليه بالتغيير. ألف الاعتراف، نون النية، عين العمل، وميم المواظبة، أنعم الله عليه. هذا حتى واحد يتذكر يقول الشيخ شنو قال، والله ما أتذكر النقطة الثالثة، إن شاء الله تتذكروها الآن. هكذا يتم التغيير، يصير التغيير. زين، أنا إيش عندي متعب روحي وأجي أغير شيخنا هاي الأمور، أنا أقعد أعترف وأقعد ما أدري شنو هذا وأمارس وأنعمه وما أدري شنو، هذا الشيخ إيش قاعد يقول علينا؟ ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة؟ تذكروا الهدف هو أن يزيد إيمان الإنسان، تقوى الإنسان. أنا إذا نويت أو اعترفت بالتقصير، أنا عندي تقصير اتجاه الخالق، عندي تقصير اتجاه الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إحنا نقرأ في زيارة عاشوراء: الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفتي منه أوليائكم. معرفة أهل البيت كرامة، كرامة لنا، ومعرفة أولياء أهل البيت أيضا كرامة، كرامة. لذلك أخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، هذه المجالس، هذه الأخوة لا نأخذها اعتباطا، لا تستصغروها، هذه كرامة عند الله سبحانه وتعالى، كرامة من الله سبحانه وتعالى، كرامة. أنتم الآن جالسين بين إخوانكم المؤمنين، تتحدثون إلى إخوانكم المؤمنين، أخواتكم المؤمنات، بينكم بين بعض، هذه كرامة. أكرمني بمعرفتكم ومعرفتي أوليائكم. أنا أريد أن أصير أفضل، أريد أن أصير هذه الكرامة، هذه النعمة اللي الله أنعمها علي، هالكرامة بمعرفة الإمام، بمعرفة أولياء الله، هذه أنا أريد واقعا أن أطورها، أستخدمها حتى أنال رضا الله سبحانه وتعالى. يقولون هذا في يوم من الأيام رجل جاء في الزمن القديم ليشتري عبدا، بعد يشتري في عبد، فجاء إلى السوق مكان يبيعون به العبيد، وما شاف له في عبد معروض للبيع، شافه شكله أعجبه، إجا يم العبد هذا قال له ما اسمك؟ قال ما تسميني؟ ما تحب أن تلبس؟
قال: ما تلبسني؟ قال له: ما تحب أن تأكل؟ قال: ما تطعمني؟ أين تحب أن تنام؟ قال: حيثما وضعتني للنوم. هذا التفت له قال له: ما لك لا تجيب؟ أنا أسألك أنت شو اسمك تقول شو تسميني أنت؟ ش تلبس؟ ش ما تلبسني؟ ش تاكل؟ ش ما توكلني؟ وين تنام؟ ش ما تني؟ جاوبني، أجبني. أجاب جوابا وقع كالرصاص في قلب هذا الإنسان. سبحان الله، أحيانا الموعظة تأتي للإنسان في مكان وموقف لا يفكر فيه. ورد عن المعصومين عليهم السلام شيء من ذلك، إن الموعظة تأتي إلى الإنسان أحيانا، التغيير يأتي إلى الإنسان من حيث لا يحتسب. موسى ذهب ليأتي بأهله بنار وإذا به يصبح رسولا من حيث لا يحتسب. العبد أجاب هذا الرجل الذي يفكر في شرائه، قال: أو تنفع العبد الأماني؟ أو تنفع العبد الأماني؟ أنا عبد وأنت السيد، أنت تقول لي شنو اسمك؟ أنا أقول لك اسمي زيد مثلا، أنت تقول أنا راح أسميك عمر، أقدر أقول لك لا؟ أنت السيد وأنا العبد. أنت تقول لي شو تحب تأكل؟ أنا أقول لك أحب أكل مثلا قيمة، أنت تقول لي لا راح أوكلك غير شيء آخر، أقدر أقول لك لا؟ لا. ما ألبس، أقول لك أنا أحب ألبس الحرير، أنت تقول لي لا راح أعطيك هذه الثياب البالية، أقدر أقول لك لا؟ وين تحب تنام؟ أحب أنام على الديباج، أنت تشمرني مع الخيول في الإسطبل، أقدر أقول لك لا؟ ما الفائدة من التمني؟ أنت تقول لي شنو تأكل وشنو تشرب؟ أنت السيد وأنا العبد. فلما سمع الرجل ذلك جلس على الأرض وصار يضرب على رأسه. التم إليه الناس، قالوا: ما الخبر؟ شبيك صار؟ هذا ذكر لك شيء؟ قال لك شيء؟ قال: لا، ولكن أدركت لبئس العبد أنا لربي. بئس العبد، إذا هذا يقول هو أنا سيده فأنا أحدد ما يأكل، ما يشرب، ما يفعل، متى ينام، أنا السيد وهو العبد، وإذا بي أنا لبئس العبد أنا لربي. الله يقول لي لا تغتاب، لا أجي أغتاب تجاوزا لحدود الله سبحانه وتعالى. لا تحسد أحدا، أنا أحسد. لا تسوي مشاكل بين المجتمع، لا. لا تتكبر، قلبي مليء بالتكبر والعياذ بالله. ادفع الخمس، ما أدفع الخمس. البس الحجاب، ما ألبس الحجاب. احترم الزوج، احترم الزوج، احترم الزوجة، ما أفعل ذلك. احترم النساء، ما أفعل ذلك. والله لبئس العبد نحن. يقول المولى سلام الله عليه أبي عبد الله في دعاء عرفة: إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوئه مساوي؟ إحنا الصلاة اللي نصليها اللي هو شيء جيد، يعني طاعة لله سبحانه وتعالى، هذه الصلاة التي نصليها، إذا عرضت أفكارنا أثناء الصلاة على الشاشات مو نخجل من أنفسنا؟ هاي عود الصلاة اللي قاعد نصليها في طاعة الله سبحانه وتعالى، هاي طاعة، هذا شيء حسن. فمن كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوئه مساوي؟ فلذلك الإنسان واقعا يريد أن يقترب إلى الله، يريد أن يزيد
اليقين عده بالله سبحانه وتعالى، يقين بأهل البيت عليهم السلام، يقين بأفعالهم، بأحاديثهم، بأوامرهم، بنهيهم، يقين بالمعاد، بأنه سيعود إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذا ليش؟ ما الفائدة بذلك؟ أنا أجي أتعب روحي وأسوي وأحاول لماذا؟ لأن الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من الناحية الدنيوية ما تريد تعيش سعيد أو لا تريد السعادة؟ اسأل أي إنسان، ماكو واحد يقول لك أنا ما أريد السعادة، أريد أن أعيش سعيدا، عيش طيب هنيء مرتاح. ماكو واحد يريد؟ بلى، كل الناس، أو إذا مو كل الناس أغلب الناس يريدون السعادة في الدنيا، يريدون الراحة في الدنيا، إلا من شذ. الراحة في طاعة الله، في حب الله، في ازدياد التقوى واليقين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما هو ذكر الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فمن هو الذكر؟ رسول، رسولا، رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذكر. فالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعدين إذا عندكم اختلاف، مشاكل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذكر هو اتباع نهج محمد وآل محمد. ولذلك مجرد العلم بهم لا يكفي. كثير من الناس يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله، يعرف، تقول له من النبي؟ يقول لك فلان النبي. يعرف أهل البيت، مجرد العلم بهم بأسمائهم لا يكفي، ولكن اتباع نهجهم، اتباع، هذا معنى الولاية، هو هذا الذكر الذي يوصل الإنسان إلى الاطمئنان، الراحة، ترتاح، ترتاح في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك نقرأ في دعاء كميل، إن شاء الله كلكم حافظين دعاء كميل، نقول: يا من اسمه دواء، بس شنو الشفاء؟ وذكره شفاء. الاسم هو الدواء. ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحن والله أسماء الله الحسنى الذي أمر الناس أن يدعوه بها، بنا إحنا. فإذا يا من اسمه دواء، هو مو الدواء، الدواء من الأمراض القلبية، الأمراض النفسية، الدواء للراحة في الدنيا. ولكن الدواء إذا مجرد تأخذه وتقعد حطه هيك وتعاين عليه، هذا حيفيدك؟ ما حيفيد. هذا مثل أشياء بشيء يذكر، يقول لك في دماغه، في الطبيب كتب فد وصفة لفد مريض، امرأة كانت فقيرة جاية فلاحة بسيطة، كتب لها فد وصفة، قال لها هاتش هذه الوصفة أخذيها واغليها في الماء واشربيها وإن شاء الله تشفين. هاي رجعت بعد أسبوع قالت لي: يا طبيب شو هاي الوصفة مالتك ما مشت.
بعد المرض عندي. قال ايش صار؟ ما معقول انا هذا الدواء معروف يعني، ما الامر؟ ايش سويتي انت؟ قالت انت مضيتني هالورقه هذه، هاي الوصفه انا شلتها حطيتها في الماء غليتها وشربتها، ايش ما صار شيء. انت قلت لي خذي هذه الوصفه اغليها في الماء واشربيها، ما صار شيء. فالقضيه كذلك واقعا، الانسان اذا مجرد يشوف الدواء ما يستخدمه بالاستخدام الصحيح، يستفيد منه بالاستفادة الصحيحة، خلاص ما يستفاد. لذلك يا من اسمه دواء وذكره شفاء، هم الشفاء، شفاء. ولكن إذا أساء الاستخدام، الغلاة والعياذ بالله، الغلاة، من تقدم عنا ومن تأخر عنا واللاحق أو الملازم لنا هم اللاحقون. المغالي ونحن النمرقة الوسطى، نحن النمرقة الوسطى. فهكذا، فكلما زاد اتباعنا لنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلما نهلنا من هذا المعين الصافي، كلما اطمأنت القلوب ورقت النفوس. وخير مثال على ذلك المرأة الطاهرة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. هذه المرأة سبحان الله، أنتم شوفوا هذه المرأة ما كانت أم لإمام، إحنا كم أم لإمام عندنا؟ إذا تسألون العامة، الناس العوام، اسألوهم مثلا ما اسم أم الإمام الجواد؟ كم منكم يعرف اسم أم الإمام الجواد فرضا؟ كم منكم يعرف اسم أم الإمام الهادي سلام الله عليه؟ أغلبية الناس مع الأسف ما يعرفون الجواب، مع الأسف، مع أنهن سيدات جليلات طاهرات، أمهات لمعصومين، زوجات لمعصومين. لكن هذه السيدة سبحان الله مع أنها مو أم لمعصوم، ما كانت أما للإمام، ما كانت أما لإمام، لكن الله حباها بهذا القدر. إذا عندك مشكلة توجه إليها، انظر لها، قل يا أم البنين. وأنا شخصيا واقعا جرت لي حادثة قبل سنوات في الحج، البعض منكم قد يعلم بها. أحد ما توسلت به كان أم البنين سلام الله عليها، واقعا ما تخيب، خلال 24 ساعة بعد توسلي انحلت القضية وجاء الفرج ببركة هذه السيدة الطاهرة وببركة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيدة جليلة عظيمة، الله حباها بهذه المنزلة لحبها لأهل البيت عليهم السلام، لأنها واقعا اتبعت الذكر، عملت بالذكر. أول يوم تتزوج عروس، تأتي إلى بيت عريسها زوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه، امرأة شابة عروس، الإمام يناديها يا فاطمة، لأن اسمها كان فاطمة بنت حزام الكلابية، فناداها يا فاطمة، فقالت يا أمير المؤمنين لا تناديني باسمي فاطمة، لما هذا اسمك؟ أخشى أن يسمع ساداتي من أولاد الزهراء عليها السلام باسم أمهم فاطمة فيتذكروا أمهم فيدخلهم شيء من الحزن. أنت كل ما تصيح لي باسمي هذولا يتأذون. عروس شابة هذه كيف أدركت هذا؟ شلون فكرت بهذا؟ لذلك مو من العجب، مو من العجب إذا كانت الأم كذلك تشوف تربية الولد الصالح لا ينادي إخوته باسميهما، بل يقول سيدي أبو محمد أو سيدي أبا عبد الله، مو من العجب. إذا الأم هكذا، إيش تتوقع من الأولاد؟
ثم أنجبت الأقمار الأربعة سلام الله عليهم، ولما ولد قمر العشيرة جاءوا به إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو في القماط، فنظر إليه وجعل يبكي. قالت: يا أمير المؤمنين، هل يدي ابني سليمتان أو ابني سليمتان؟ لأن الإمام جعل يقلب كفي أبي الفضل العباس الصغيرتين ويقبلهما وتجري دموعه الشريفة على وجنتيه. فخافت الأم على ولدها، أكو بشيء؟ قال: لا يا أم البنين، ولكن عهد عهده إلي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أن هاتان اليتان تقطعا. فقبل يديه الشريفتين. وهذه الأم جعلت تربي أولادها تلك التربية الصالحة، أن يتفانوا في الدفاع عن المولى أبي عبد الله الحسين، حتى جاء وقت رحيل الظعن. نادت لولدها العباس وأوصته بالحسين عليه السلام، وأوصته بزينب سلام الله عليها، وقالت له: أنت قمر العشيرة، أنت وصي إخوتك، تأكد من أن يبذلوا مهجهم دفاعا عن الحسين عليه السلام. اتقل يا ابني أدربك بمروة وريد ضلوعك على حسين تتلو. يا ابني أدربك بمروة وريد ضلوعك على حسين تتلوى، ترى زينب وديعة بشيمة الخو، ترضي فاطمة وبرضاها ترضيني. يا ابني بالوفا الدين معروفك، على اخوك حسين لا تعز شوفك، ضحي له برقبتك وانطي له جفوفك. آه بيك حالة ونها. تقل يا ابني يا ابني بالوفاء الدلة معروفة، على خوك حسين، على خوك حسين لا تعز شوفه. ضحي له، ضحي له برقبتك وانطي له جفوفه يا ابو فاضل. قالها لعد عنايك يمي ولا يهمك هم، يا والدة لسجل الصحيفة بحر من الدم، بوادي كربلاء، بوادي كربلاء وحد المخيم.
طعن بالسير. وظلت هذه السيدة تنتظر أيام وليالي حتى يعود المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهي تنتظر وإذا بالناعي يدخل إلى المدينة. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم ميل وبكربلاء مضرج، والرأس ميل على القناة يدار. يقول بشر بن حذلم: وإذا بامرأة تأتي تحمل على كتفها طفلا، سألت عنها قيل لي: يا بشر ارفق بها، هذه أم البنين الأربعة. يقول: جاءتني ما سألتني عن أولادها، قالت لي: يا بشر أخبرني عن ولدي الحسين، هل رجع سالما؟ يقول: ما دريت ما أقول لها. قلت لها: سيدتي عظم الله لك الأجر بمصاب ولدك جعفر، بمصابي ولدك جعفر. تقول: ما سألتك عن جعفر، أخبرني عن ولدي الحسين، هل رجع سالما؟ يقول: ثم قلت لها: عظم الله لك الأجر بمصاب عبد الله. ثم الثالث: حتى قلت: عظم الله لك الأجر بمصاب أبي الفضل العباس. يقول: فسقط الطفل من على كتفها، سألت عنه قيل لي: هذا الفضل ابن أبي الفضل العباس. قالت لي: يا بشر لقد مزقتني أطيب قلبي، أخبرني عن ولدي الحسين، كلهم فداء للحسين. فأجبتها: يا شيعة الحسين، عظم الله لكم الأجر بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، قتل ظمآنا في كربلاء يا أم البنين. صرخت: أيوا ولدايا، أيوا حسينا، أنا لقعيد على درب الضعون، وأنا أشد ليرحون ويجون، كل من لها غياب يلفون، وأنا غايب باللحد مدفون. ثم توجهت إلى الدار، دخلت زينب سلام الله عليها إلى الدار. هنا كان يجلس علي الأكبر، هذا مكان القاسم، هذا مهد الرضيع، وهنا كان مكان أبي عبد الله الحسين، وهذاك المكان الذي كانت تجلس فيه زينب مع أبي الفضل العباس. صاحت صوت: يا دار الأحباب،
الله شمو حسين يا دار الاطيار، وبهالحال لنصيح ورا الباب انا معباس جيتك لا تذكرين. اي صاحت صوت قوم انت لقنا بالله ويايا قوم ساعدا، هاي ام البنين الراح منها صناديد اربعة وبالحرب نفلين. طرقت الباب فتحت الجارية، من انتي؟ قالت انا ام الفاجعة، انا شريكة زينب. من انتي لتكوني شريكة زينب في العزاء؟ انا ام البنين. رجعت الجارية قالت سيدتي ام البنين في الباب، قالت نعم هي شريكتي في العزاء. فلما دخلت ام البنين ما ان وقع نظرها على زينب صاحت ايوا ولداه وحسينا. فنادت زينب ايوا اخا وعباس، يا زينب ماذا جرى في كربلاء؟ شلون رحت سبيه وانا وصيت ابو فاضل؟ اخاف قصر ابو فاضل. لا والله يا ام البنين، لولا ان تقطع يمينه وشماله ونبت السهم في العين وضرب بعمد الحديد لما صرت سبيا. فكانت تذهب إلى البقيع، صنعت خمس قبور، أربعة لأولادها وواحد للمولى سلام الله عليه. تجلس كل يوم، باتت ثلاث سنوات على تلك الحال، كل يوم تذهب إلى البقيع وتجلس وتنادي. انتوا حافظين الأبيات بعد وياي؟ لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العريب، لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين. كانت بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين. يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ليلة الحوائج، وهذه باب الحوائج، ونحن أصحاب حوائج، كلنا أصحاب حوائج. فارفعوا أيديكم بالدعاء إن شاء الله، وكل من أوصونا بالدعاء من المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله تقضى حوائجهم جميعا ببركة دعائكم أيها المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟
اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اكشف عنا السوء يا الله اكشف السوء عن الإسلام والمسلمين انصر واحفظ من يحفظ بيضة هذا الدين يا الله انصر يا الله واحفظ المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها يا الله اللهم بباب الحوائج أم البنين اجعلنا وذريتنا إلى يوم الدين من شيعة الحسين المتقين يا الله ومن خدمته المخلصين يا الله وارزقنا شفاعة الزهراء في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة يا الله ارزقنا زيارة أم البنين عاجلا يا الله ووفقنا لنرى تشييد قبرها الشريف قريبا عاجلا يا الله وقبور أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم اجعلنا نزور ذلك الضريح الشريف قريبا عاجلا يا الله اللهم واقض حوائج المؤمنين والمؤمنات شافي وعافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات من أوصونا بالدعاء منهم اقض حوائجهم شافي مرضاهم احفظهم في أوطانهم وديارهم بحفظك ورحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه جميعا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا هو قائدا هو دليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى ولكشف هذه الغم عن هذه الأمة ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وإلى أرواح أمواتنا وأموات الجالسين والحاضرين والباذلين والمساهمين والشهداء والعلماء رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.